يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كفارة اليمين تكون قبل فعل الشيء أم يجوز تأخيرها؟ يجوز هذا وهذا، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. هذا في تقديم الكفارة، وفي رواية: إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذا فيه تأخير الكفارة، فدل على جواز الأمرين. نعم.